السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم في حلقة جديدة من وصفات مطبخ مونيا. حلقتنا اليوم إن شاء الله غادي نوجد فيها غلاس أو آيس كريم عائلي اللي غادي يكون بثلاث نكهات مختلفة طبيعية بدون فلان أو أي نكهات اصطناعية. وصفة اللي كتجي جديدة بزاف وبسيطة في المكونات ديالها كيفما غتشوفوا معايا إن شاء الله في الفيديو. هذا هو الشكل ديالو، الشكل ديالو كيجي رائع وكيجي جديد بزاف، غادي يعجبكم إن شاء الله. إذا كنت أول مرة كتزور القناة ما تنسوش الاشتراك والضغط على الجرس باش توصلوا دائما بالجديد. خليكم معايا تبعوا فقط المقادير وطريقات التحضير. نبداو على بركة الله. في البداية عندي هنا 150 غرام ديال الفخاز أو 8 حبات تقريبا يكونوا كبار ديال الفراولة، قطعتهم. غادي نضيف ليهم 2 معالق كبار ديال السكر. كان عندكم الفخاز حامض شوية أو الحلاوة ديالو ناقصة يمكن لكم تضيفوا 3 المعالق. ومن بعد غدا ناخذ الميكسور وغدا نميكسي هاد الفخاز ديالي. هنا انا خديت فقط الفخاز طحنته مع السكر، يمكن لكم توضعوه فوق النار طيبوه باش تحصلوا على الصوص ديال الفراوله اللي غادي تزينوا بها في الاخير الكلاص ديالكم. سبق لي وحضرت معكم لاصوص ديال الفخاز، غادي نحط لكم الوصفه في صندوق الوصف مع المقادير بهذا الشكل. هذا كيف ما كتشوفوا كيكون عندي واحد الخليط اللي كيكون ناعم. غادي نجيب من جهه اخرى، عندي هنا الحليب، غادي نحتاج ربع لتر من الحليب مع كيس من بودره الشانتيي من وزن 100 غرام و 2 معالق كبار من الحليب بودره. غادي ناخذ المكونات اللي عندي في اناء، غادي نفرغ المحتوى ديال الكيس، غادي نضيف ليه الحليب بودره والحليب السائل، وبواسطه خلاط كهربائي غادي نخلط العناصر اللي عندي حتى كنحصلوا على خليط اللي كيكون كريمي كثيف شيئا ما على هذا الشكل. هذا من بعد غدا نحتاج نقسم الخليط ديالي الى 3 اقسام، كل قسم غادي نوضع فيه النكهه اللي غادي نحتاج على هذا الشكل. هذا غدا ناخذ القسم الاول اللي غادي يكون بالمذاق ديال الفخاز، غادي نضيف ليه علبه من الياغورت اللي غيكون بالمذاق ديال الفراوله. ثم غادي نضيف تقريبا 2 أو 3 المعالق كبار ديال الفخاز اللي وجدنا في البدايه ديال الحلقه. صافي بهذا الشكل هذا كنخلط حتى كيندمج عندي العناصر مع بعضهم. في الاخير غادي نضيف 2 المعالق كبار، غادي نخلطهم فقط على هذه الطريقه، نخليه باين عندي في الخليط كيف ما كتشوفوا. وغادي نجيب القسم الثاني اللي غادي يكون بالمذاق ديال الشوكولا، غادي نضيف ليه كذلك علبه من الياغورت شوكولا. ثم عندي هنا الكاكاو، غادي نضيف ليه 2 المعالق كبار ديال الكاكاو، غادي نضيف الملعقه الاولى. ثم غادي نضيف الملعقه الثانيه، صافي غادي نخلط الكاكاو مع الكريمه حتى كيندمجوا ليا جيدا على هذا الشكل هذا. وغادي نجيب القسم الثالث اللي غيكون بمذاق ديال الفانيلا، ضفت ليه ياغورت بمذاق ديال الفانيلا، ثم كيس من سكر الفانيلا من وزن 7 غرام، وغادي نخلطه كذلك مع الكريمه هكذا فقط قليلا حتى كيندمجوا لينا العناصر. غادا نجيب لومول اللي غادي نوضع فيه الكلاص ديالي، خديت هذا ديال السيليكون على شكل قلب، ماشي بالضروره تقيدوا هذا الشكل هذا، توضعوا اي شكل متوفر عندكم في البيت، كذلك اي مول متوفر تغلفوه بالفيلم اليمونتير وتوضعوا فيه الكريمه ديالكم. وضعت هنا الطبقه الاولى اللي كانت ديال الفراوله على هذا الشكل هذا. غادي ناخذ كميه من الفراوله اللي طحنا في البدايه ديال الحلقه، غادي نوضعها بهذا الشكل هذا باش تبقى باينه عندي في الاخير. خديت واحد العود او سكين وغنوضع بحال هكا، نحاول ندمجه قليلا في الخليط على هذا الشكل هذا. صافي من بعد غنحاول نمسح الجوانب جيدا هكذا باش فاش نوضع الطبقه الاخرى يجو الطبقات عندي واضحين في الاخير على هذه الطريقه.
غادي نجيب الطبقه الثانيه اللي كانت ديال الشوكولا وغادي نوضعها كذلك فوق الطبقه الاولى. ثم الطبقه الاخيره اللي كانت بالذوق ديال الفانيلا غادي نوضعها كاخر طبقه. صافي في الاخير غنحاول نقاد الفوق ديال الكريمه ديالي جيدا على هذا الشكل هذا. من بعد غادي نخبطهم هكذا قليلا باش الا كاين شي فراغ كيعمل. غادي نجيب الفيلم اليمونتير او البلاستيك الغذائي وغادي نغلف المول ديالي قبل ما ندخلو للمجمد هكذا. ومن بعد غادي ندخلو الثلاجة تقريبا من 6 حتى 8 ديال الساعات. انا غادي نخليه يبات ليله كامله ونتلاقاو من بعد باش نكملو التزيين ديال الكلاص ديالنا. وهذا هو الشكل ديال الكلاص ديالي من بعد ما خليته ليله كامله في المجمد. غادي نجيب الصحن اللي غادي نقدمه فيه وغادي نحاول نحيد الامور ديالي. كيف ما كتشوفوا الامور ديال السيليكون كيتحيد بكل سهوله ما كيحتاجش واحد المجهود كبير هكذا. كيف ما كتشوفوا الطبقات كيكونوا عندي واضحين جدا. هنا بقات عندي كميه من القسم ديال الفراوله ودرته في هذا المول ديال السيليكون كذلك هكذا. هاد المول اللي على شكل نصف دائره يمكن لي نزين به الكلاص في الاخير كفكره فقط. غادي نجيب الكلاص ديالي عندي هنا لاصوص ديال الفخيز اللي سبق لي وحضرته معكم. كيف ما قلت لكم غادي نخلي لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف. غادي نوضع به خطوط فوق الكلاص على هذا الشكل هذا. ثم غادي ناخذ كميه من الشوكولا اللي ذوبته في حمام مائي تقريبا 2 معالق صغار ما غاديش تحتاجوا كميه كبيره. غادي نضيف لهم معلقه صغيره ديال الحليب اللي يكون دافئ. نقول لكم تعوضوا الحليب بالماء كذلك ما كاين حتى شي مشكل. وغادي نوضع به خطوط كذلك فوق الكلاص. ثم غادي نجيب القليل من لوز افيلي وغادي نوضعو هكذا من الاسفل. والتزيين دائما كيبقى اختياري على حسب كل سيده. وفي الاخير كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الكلاص او الايس كريم اللي وجدت معكم اليوم اللي كان بثلاث مذاقات مختلفه. وكيف ما شفتوا معايا كانت النكهات طبيعيه النكهه ديال الفخيز او الشوكولا او الفانيلا. غادي نشوفوا واحد القطعه كيفاش كيكون. هما الطبقات واضحين لينا من على برا فقط غادي نزيدو نشوفو على الداخل. كيف ما كتشوفو معايا كيجي الشكل ديالو زوين بزاف ولذيذ غادي يعجبكم ان شاء الله. ولا عجبتكم الوصفه كيف ديما فارطاجيوها مع الاصدقاء والاحباب. لايك لا فيديو. عندكم اي سؤال خليه ليا في كومونتير اسفل الفيديو. نتلاقاو في حلقه قادمه ان شاء الله مع وصف.